يعني انا كان عمري 15 سنه، فاول ما بديت اشتهر صارت نكبه، بعدين من اشتهرت بديت اطلع كل شويه صارت نكبه ثانيه. هذين النكبتين لو ما صار بحياتي كان انا هسه وين واصله، لانه كان قل البنات يفتحون بثوث وينتشرون بذاك الوقت. انت يا مواليد اني مواليد 99. المهم فهاي النكبتين وقعوني من شغل، من ظروف، من دراسة، من مشاكل، من 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 من, من خلتني انه انا بعد ما اقدر اتواجد، فحساباتي خفتت ورجعت من صدق تقريبا قبل 4 سنين للسوشيال ميديا. يعني تركت، حتى جت فترة تركت بالمتوسطة سنة وإعدادية سنتين اني ما انشر. هسه رجعت شوية اكتف. المقصد كلامي شنو اللي دا اريد اقول لكم يا اني قبل شنت افتح بالتطبيق الازرق، ذاك التطبيق الازرق شنت اني يعني شلون اقول لكم، التفاعل والدنيا فول اوكي، بس قلت لكم تهكرت قبل سنتين تقريبا وتبندت، وصار 1000 مرة احكي ويا ذاك التطبيق ومالته الميتا يعني، وما دي يسوون حل، حسابي متبند يعني متحجم. يعني هو ناس تقولوا لي سيناريا احنا صارنا سنتين ما شايفيت، سيناريا احنا صارنا سنه ما شايفيت، وانا دا افتح باستمرار. كلش كرهت البرنامج، فتحت بالتطبيق الملون. اي موريو ديبرا شنو التطبيق الازرق؟ فسفوس. فرحت بسنتوس، رحت على الثاني التطبيق الثاني، فتحت بيه نجحت وهاي، بس احس انه السنتوس مو نفس هنا. مرات اشوف تفاعل كلش قوي من الفسفوس ومن السنتوس. يعني اكو ناس يقولوا لي صار سنتين ما شايفتني واني متواجده واتفاعل وافتح بثوث حتخبل والكعبه. فاني هسه عرفت الفنتوس وعرفت السنتوس وجيت للتكتوس، قلت اذا اني اشوف بالتكتوس تفاعل قوي حعوف السنتوس والفنتوس وركز على التكتوس. والله خبلتوني، اقولي الاسم تقولوا لي حتنحضرين، اشوفكم الهاي تقولوا لي حتنحضرين، فقمت اسميهم. فاللي ما متابعيني بالسنتوس وبالتكتوس يتابعوني، لانه اني متواجده هوايه بالسنتوس. مو صدقكم صدق الشاقه وياكم، تعال خلي اضربك بلوك، يلا بلوك. انا ايدي والبلوك ترى ما ارحم احد. اي ف دا اجرب هنا، اذا شفت نفسي انه اني يعني تحبوني واحبكم اتواجد هنا، بس اللي ما متابعيني لا ينسون يتابعوني هنا وبالسنتوس. عفوا الفنتوس، الفنتوس ما افتح به هوايه، قصدي اي بالضبط فدوى روحك اروح، هذا اللي قصدي، هذا اللي قصدي. وينك؟ اي هذا اللي قصدي، لا تتابعوني بالاول تابعوني بالثاني، حطيته ببروفايلي. وانا تقصد اي بالضبط فدوى الروح، فدوى الروح كان شوفينا انا مو بغداد شنو نوع الشد، انت شنو تقصد؟ احلى شي فيكي عفويتك، شكرا. عادي قولي اسماء البرامج بس لا تطلعين شي. لا انا قالوا لي بالعكس انا قالوا لي لا تقولين. أقولكم حنحضر سنتسو فنتسو، خلي سوي أمبن حنحضر. ما أقدر أوخر لهذه تكتك ودزولي تزولي فتشيف سحبت شعجب ما تفتحين صالون بالعراق. أنت حبيبي أنا ما متواجدة بالعراق، أنا دا أدرس خارج العراق. كاساسة هي بحر رومانيا. إيه كبسوا كبسوا حنحضر يا معودين، كبسوا الشيرو. صديقتي بدرس طب وخلص ما يقدر يحك راسه، مو سهل الطب العام. محمد مو سهل الطب العام، بس أنا دارسة سنتين فأني معفية من أكثر المواد، فأسهل عليه. يعني هسه أخذ بدل ما أخذ 12 مادة أخذ 7. إيش اسم الباليت تبعك؟ مورفي حبيبي. إي كبس 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 ولا ننحضر بدعتي لينسد البث. آخ يما اللي ما متابعيني تابعوني وإن شاء الله نستمر بثوث. أنا مرات أفتح أطبخ، مرات أفتح ميك اب،
كل فترة افتح شيء. بس هسه انتو مثلا تفوتون للتيك توك، شنو الشيء اللي تحبون تشوفوه؟